يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حد لباس الشهرة وما ضابطه حفظكم الله؟ لباس الشهرة هو مخالفة ما عليه المجتمع المسلم، مخالفة ما عليه المجتمع المسلم في اللباس، فتلبس مثل ملابس المسلمين في نفس الموضع، ولا تلبس لباسا خارجا عنهم يصير عندهم إشكال فيك ونظرا إليك أو ربما سوء ظن فيك. نعم. يقول فضيلة الشيخ، ما داموا يلبسون لباسا موافقا للسنة فلماذا تخالفهم أنت؟ نعم.